يا بودي يا عبد الله، بص لي هنا. اللعبه دي اسمها ايه؟ اولى. اولى. انت لعبت وعديت من على الخطوط ورجعت تاني، صح؟ نستفيد منها في ايه يا عبد الله؟ ايه اللي ممكن انت تستفيده منها دلوقتي؟ انا عارف. اولى حبيبي. جميل، رائع. اسمك ايه؟ ادهم. يبقى الاستمتاع، يبقى اكرم. ادهم قال ان بستمتع، فرحان. وانت رياضة النط بتفيدني في ايه؟ الجسم. نط بتفيد الجسم. رائع، شاطر يا عبد الله. يبقى بتفيد ايه؟ الجسم. الجسم. يبقى اذا كمان بتخليني احرك عضلاتي، يبقى بتفيد عضلات الجسم. حد فيكم عارف حاجة تانية؟ ها؟ قول. لا يقول حاجة تانية كمان هقول له. شاطرة. بتعمل ايه؟ ها؟ كمان غير الجسم بتعمل. برافو عليك. اسمك ايه؟ شاطر يا حمزة. يبقى نعدهم بقى ثلاثة، نعدهم. واحد، بتعمل ايه؟ بتخليني بلعب رياضة، يعني بتخلي رياضة الجسم. اتنين، بتخليني افكر عشان ما المس الخط، صح يا ادهم؟ صح. وتلاتة، بتخليني ايه؟ سريع في اتخاذ القرار وابقى مبسوط وانا بستمتع. ده جميل جدا، ده لعب، وبتساعدني على اني ابقى متناسق ومتآثر. ده كلام جميل، ودي فايدة اللعب القديم الجميل اللي بيفكرنا بذكريات زمان جدا. واللعبة اسمها ايه قلنا؟ أولى. الاولى. ايوة. اسمك ايه بقى تاني؟ ادهم. وانت حمزة؟ وانت كريم. وانت عبد الله. بص يا عبد الله للكاميرا. وانت ماشي. وانتي ايه؟ جنى. ماشي يا جنى.